الوحده ديال الليل بحال هكاك الوحده وربع حتى كنسمعوا شي وحدين تيغوتوا هازين السيوفه. هادشي اللي قالوا الدراري ضربوا لينا الطوموبيلات، يعني هرسوا تقريبا شي 7 طوموبيلات ولا 8 طوموبيلات. يعني هادشي راه حشومه وعيب. تنطلبوا دابا من السلطات انهم يديروا معنا شي حل ويشوفوا هاد المشكل، حيت ما يمكنش اليوم تضربوا الطوموبيلات غدا غنضربوا حنايا. حنا كاينين دريات هنايا، كاينين دراري كلهم تيخرجوا تيخدموا مع 6 الصباح. يعني حنا حاليا حنا خفنا دابا على الطوموبيلات ديالنا، ولكن غنخافوا حتى على روسنا، حيت مهما تجرؤوا اليوم وضربوا الطوموبيلات راه غيضربونا واحد النهار. بالنسبه للحراس الليليين هنايا صراحه دايرين خدمتهم، ما عمر وقع عندنا شي مشكل بحال هادشي صراحه، ما عمر. يعني حنا واخا بعاد كاع على العساس ديما الطوموبيلات محديين، ولكن في نظرك هادشي شنو السبب ديالو اختي؟ ما نقدرش نقول لك، قدر يكونوا سيبا دراري دراري ما عرفش شنو المشكل كاع. هادشي اللي قالوا حنا ما شفناش. شنو قالوا؟ انا طليت من الشرجم بانت لي الطوموبيله ديالي مهرسه، ولكن راه ما شفتش. انا لا ما قدرتش ننزل، طليت تقريبا شي 10 دقائق عاد من باليا الدنيا خاويه، عاد نزلت انايا وشفت الطوموبيله ديالي كنلقاها كلها مهرسه. هما الجيران كلهم شاهدين وعارفين العساسه صراحه. هنايا كلشي معمر دابا 3 سنين 4 سنين وانا عندي الطوموبيله، معمر وقع لها شي حاجه كنحطها هنا ديما عند الدار، ديما حدا دارنا كنحطها، معمر وقع فيها شي مشكل. العساسه دايرين خدمتهم صراحه، حيت كون ما دايرينش خدمتهم يعني السياره تيكونوا ديما كيتهرسوا، وحنا في بلاصه اللي خايبه يعني راه كلشي عارفها. حنا واحد الحراس الليليين تحت ظل واحد النقابه اللي هي الاتحاد الديمقراطي لنقابه المغرب. بعد الاستشاره مع الناس المسؤولين ديالنا، مع السيد الامين العام والسيد الكاتب الجهوي والمنسق الاقليمي ديالنا، تنقلنا حنا كحراس ليليين، جينا ساندنا الاخ ديالنا هنا حارس ليلي. لذا تنصادفوا بان السيارات ديال على ما سمعنا مع هاد الناس واحد 15 شخص وما ازيد، فيهم دريات ودراري مكاغولين ملتمين مغطين وجوههم فاقدين الشعور، حاملين اسلحه كبيره من حجم كبير لذا ما يسمى بميديات بالدارجه، هما السيوفة كما تيناديو بالمصطلح ديالهم هما دوك الناس المساطير. حنا تنعرفوا المساطير اللي تتكون عند رجال الامن وتتكون في المحكمه. من هذا المنبر تنشكروا رجال الامن اللي داروا التدخلات ديالهم في الوقت. جاو الامن تنشكروا نادينا عليه راه جا في الوقت. لذا غنعاودوا نناشدوا الناس المسؤولين، الله يجازيكم بخير، الله يطول لنا في عمرك اسيدي، الله يعطيك صحيحتك. تناشدوا كسيدنا الناس المسؤولين، شوفوا في عين الحارس الليلي واش حتى لينا هذا الحارس الليلي غيبقى محكور. انتم السيارات ديال عباد الله، واش هذا الملك ديال عباد الله ديما واش هذا اللي نتخدر يجي السيارات ديال عباد الله ويجي الحارس الليلي؟ واش دابا 15 واحد كي غيلقى هذا الحارس الليلي؟ واش هذا الشنويه؟ هذا السيف مقرقب شارب مشمكر بالطريقه اللي غنرافضوا؟ لذا الله تناشدوا سيدنا الله يرحم الوالدين. شوفوا راه العيون الصايره كما تنقولوا، العيون الصايره والعيون الصايره ثلاثه المرات، راه هما الحراس الليليين. لذا حنا تحت ظل النقابه وعندنا واحد الجروب واتساب اللي هو كل ما تناشدوش بعضياتنا راه اللهم انا هذا منكر. والبارح في القطاع ديال سيدي مؤمن اناسي مشكور الاخوان ديالنا الحراس الليليين، لذا تيد واحد السياره والبارح تدور اللي هي اجنبيه عند مطريكي البراني، تدور تسرق المرايات ديال الطوموبيلات. قمنا بتحرير التحريات ديالنا تحت استشاره ديال رجال الامن وتحت النقابه ديال الاخوان الحراس. خدمنا على بالمصطلح، خدمنا على 24 ساعه شديناها، شدات السياره، شد صاحب السياره، شدوا المحجوجات عنده، وتالين واللي خلاو ضاربوه فشي قلت تيمشي عند بزناز يخلي ضاربوه يجي يحيح على عباد الله في الزناقي، وتلقى دابا تيحترم البزناز ما تيحترمش امو. هذا راه بمصطلح، اللي خلاو ضاربوه فشي قلت تيجي يغسل يدو في العساس. والساكنه انتم شو الناس كاع مرعوبه، لذا تناشدوا الناس المسؤولين، راه سيدنا الله ينصرو والله يطول في عمرو، راه عطيكم المناصب، ديروا معنا شي حل، ديروا معنا شي حل. اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. وعاش الملك،
عز سيدنا يعني هاز موز ديال حاده ماشي جنوي هاز موز ديال حاده 15 سنين مزيانه والله شفت حي الظاهره هذه بزاف راه ما كاينش ما عارفش اش غنقول لك السيد هذا راه خاص لك كلشي صافي انا ما بقاش عندي يعجز اللسان على الكلام هازين شوافر وهازين شوفر حنا ولينا وصحينا وصديورنا ما عايشينش في الامن عايشين في الرعب راه رعب هذا راه اللهم انا هذا منكر راه اللهم انا هذا منكر حنا كنطلبوا هاد الهضره كامله اللي هضرنا كنترجاو من رب العزه تلقى الاذن الصاغيه اللي غتناشدنا واللي غتوقف معانا واللي غتضامنا اللي غتضرنا غتضرهم واللي غتفرحنا تفرحهم هادشي راه ما خاصوش يكون اصحاي ني ولا بنادم اللي ضرب فانيده ما كيحترمش يا والديه كتبان ليها طوموبيل في الشارع وتا داك اللي عينك فيه سير شقو منك ليه داش بالك طوموبيل هاد الناس دابا هادو اللي تارسوا لي طوموبيلات ديالهم مترزاو شكون غيصاوبها ليهم كاين اللي ما خدامش مسكين دايره طوموبيل باش يدي باصابيه تارست ليه شكون غيصاوبها ليه راه اللهم انا هذا منكر